أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للشرعية اليمنية الشقيقة والتزام مملكة البحرين بدورها الفاعل ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة جاء ذلك لدى لقاء سموه بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية معالي الفريق الركن علي مح محسن الاحمر نائب رئيس الجمهوريه اليمنيه الشقيقه بمناسبه مشاركته في حوار المنامه واشار سموه الى ان مملكه البحرين ترحب باي خطوات ايجابيه واي اتفاق بين الاطراف اليمنيه للتوصل الى حل سلمي مقبول للجميع مؤكداً سموه دعم البحرين للجهود الأممية المتمثلة في مبعوثها السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأعرب سموه عن تقديره لمشاركة اليمن في هذا المنتدى الهام الذي يتناول أبرز القضايا الراهنة وبلورة الرؤى المشتركة وتقارب وجهات النظر حيال قضايا الأمن والسلام. هذا وابلغ سموه نائب الرئيس اليمني تحياته الى فخامه الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهوريه اليمنيه الشقيقه وخلال اللقاء استعرض سموه مع معالي الفريق الركن ان نائب رئيس الجمهوريه اليمنيه ابرز التطورات على الساحه اليمنيه والقضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه عبر معالي الفريق الركن نائب رئيس الجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه مشيدا معاليه بمواقف مملكة البحرين الثابتة والداعمة للشرعية في اليمن